أهلا بكم إلى نشرة أخبار عمان من مركز الأخبار بتلفزيون سلطنة عمان. أهلا بكم. وفي أبرز عناوينها: الهيئة العامة لحماية المستهلك تضبط مؤسسة تجارية تعمل على إعادة تصنيع قطع غيار مستعملة وبيعها على أنها جديدة. القيمة الإنسانية والحضارية لمدينة قلهات تستعرضها اللجنة الوطنية العمانية للتربية والثقافة والعلوم بمسقط. سعر نفط عمان يتجاوز 82 دولارا للبرميل مسجلا أعلى مستوياته منذ 4 سنوات. أهلا بكم إلى التفاصيل. ضبطت الهيئة العامة لحماية المستهلك مؤسسة تجارية تعمل على إعادة تصنيع قطع غيار مستعملة وبيعها على أنها جديدة لأكثر من 30 مؤسسة من بينها شركات نفط كبيرة. وكشفت الهيئة أن 40 عاملا من جنسيات مختلفة تم ضبطهم في الموقع، منهم من كانت اعترافاته صريحة لمأموري الضبط القضائي. بلاغ كان خيطا للوصول إلى غش تجاري في إحدى المؤسسات التجارية في منطقة غلاب محافظة مسقط. مسلسل الغش تكرر مرة أخرى في قصة تعود وقائعها إلى قيام مؤسسة متخصصة في صنع وبيع المنتجات المعدنية وآلات التشييد والبناء والهندسة المدنية والنفطية والمعدات الثقيلة ببيع قطع غيار مستعملة من نفايات الحديد بعد إعادة تصنيعها على أنها جديدة. والزبائن أكثر من 30 مؤسسة من بينها شركات نفط كبيرة. تلقينا بلاغ من المصدر وتم التحري والتأكد من صحة البلاغ. على ضوء ذلك تم تشكيل فريق عمل لمراقبة الموقع وتحركات العاملين. بعد التأكد من صحة المعلومات تم التنسيق مع الإدعاء العام وشرطة عمان السلطانية للبدء في عملية الضبط وتحريز المضبوطات والدلائل. عبر هذه الآلة تحبك الأرقام، وهنا يتم طباعة أرقام التسلسل القديمة بأخرى جديدة في المعدات. سنوات مرت على هذه المعدات وقد تم إعادة صناعتها على أساس أنها جديدة بالكامل. تبين أيضا حتى قيام الشركة بعمل شهادات مزورة، هذه شهادات توضح بأن هذه القطعة صالحة للاستخدام لسنوات أكثر من السنوات اللي هي الأصل صالحة لاستخدام هذه القطع أو قطع الغيار. 40 عاملا من جنسيات مختلفة تم ضبطهم في الموقع، منهم من كانت اعترافاته صريحة لمأموري الضبط القضائي في قضية جمعت استدلالاتها بدقة. أكثر من 3 سنوات وهذه المؤسسة تبيع قطع غيار مغشوشة تباع بآلاف الريالات إن لم يكن بالملايين في جرم صارخ لقانون حماية المستهلك. من منطقة غلاء، فارس بن جمعة الوهيبي، محافظة مسقط. ولمزيد من التفاصيل ينضم معنا عبر الهاتف عمر بن فيصل الجهضمي، نائب رئيس الهيئة العامة لحماية المستهلك لخدمات المستهلكين ومراقبة الأسواق. نرحب بك أستاذ عمر. أسعد الله مساءك أخي العزيز. بداية يعني ومن حيث انتهى التقرير، ما هي الإجراءات اللاحقة لهذه الضبطية مع أن سنوات مرت على هذا الغش؟ نعم، طبعا بعد ما جمعنا الاستدلالات الخاصة بهذه القضية تمت بعد وضبط المتهمين، جاري الآن حالة الملف للإدعاء العام الذي بدأ إجراءات التحقيق المكملة لعمل الاستدلال، ومتى ما استوفت الأوراق القضية تكون كاملة تتم حالة الأمر إن شاء الله للمحكمة المختصة.
هل هناك من تأثيرات مباشرة على الشركات المستهلكة لهذه القطع، حيث أنها تشمل أيضا شركات نفط كبيرة؟ ما هي التأثيرات، وهل وصلتكم أي بلاغات لتضرر هذه الشركات؟ بالنسبة للتأثيرات، هناك تأثيرات مباشرة وغير مباشرة. نعم. هناك بلاغات طبعا، عندنا بلاغ الآن بحول تضرر إحدى هذه الشركات من نتيجة تعاملها مع هذه المؤسسة. وهناك أيضا أضرار أخرى تنتج نتيجة من شراء هذه القطع والتركيبة على المعدات، أن عمرها الافتراضي يقل نتيجة عدم مطابقة للمواصفات القياسية، وعلى أساس أنها بعيدة تصنيعها وليس قطعة جديدة. هذا التأثير يستنزف أموال من هذه الشركات التي هي تعد مستهلكة، وبالتالي هناك تأثير مادي عليها نتيجة استخدام هذه القطعة القديمة والمعاد تجديدها. نعم. الأستاذ عمر بن فيصل القهضمي، نائب رئيس الهيئة العامة لحماية المستهلك لخدمات المستهلكين ومراقبة الأسواق، شكرا جزيلا لك. رد وزارة التنمية الاجتماعية بشأن استمارة تقييم الدخل من المزارع الانتاجية لطالبي معاش الضمان الاجتماعي وأقاربهم، أبرز ما استعرضه مكتب مجلس الشورى خلال اجتماعه اليوم. ونظر المكتب في رد وزارة المالية حول المخالفات الضريبية على بعض الشركات والتأخر في تحصيل مستحقات الحكومة من إيرادات الغاز الطبيعي، واطلع على طلب الاستفسار عن حلول وخطط شركة حياة لخدمات الصرف الصحي لتجنب الأخطاء في المشاريع الجاري تنفيذها والمشاريع المستقبلية. كما تم النظر في سؤال وزارة القوى العاملة والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بشأن خطط الهيئة في الاستثمار وخفض العجز الاكتواري. وتطرق مكتب المجلس للسؤال الموجه للهيئة العامة للتعدين بشأن خططها حول الزيارات الرقابية لمواقع التراخيص المعدنية. وثمن مكتب المجلس الخطوات العملية التي اتخذتها وزارة التجارة والصناعة في متابعة إشكالية وقود 95. ترأس الاجتماع سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى. مدينة قلهات من المحلية إلى العالمية، عنوان محاضرة نظمتها اللجنة الوطنية العمانية للتربية والثقافة والعلوم بالتعاون مع المتحف الوطني بمسقط، والتي عرفت بالقيمة الإنسانية والحضارية للمدينة. وقد شارك في المحاضرة عدد من الباحثين والمعنيين وأعداد من طلاب المدارس المتحدثين. خامس المواقع الأثرية العمانية إدراجا على لائحة التراث العالمي مدينة قلهات، حيث كم التاريخ ونوعه. مدينة الأسرار كما يطلق عليها، ونافذة التاريخ القديم، لها امتدادات عريقة ربطت بين حقب وأزمان وبقيت تحكي عن ذلك التاريخ. وهنا محاضرة علمية، مدينة قلهات من المحلية إلى العالمية، محلية التاريخ العماني وعالمية اليونسكو، حيث استقر اسم قلهات لتكون واحدة من مفاخر الحضارة الإنسانية. أسس وشروط تحققت في المدينة التاريخية صيرتها ضمن التراث العالمي، وبها أكدت مكانة قلهات، مكانتها المحلية والعالمية. أدرج موقع قلهات الأثرية على لائحة التراث العالمي بعد تطابق الشروط والمعايير الدولية المتبعة في إدراج المواقع على هذه اللائحة الدولية. تحقق أو توفر في موقع قلهات وجود عناصر كثيرة، من ضمنها أولا عنصر السلامة وعنصر الأصالة باعتبار أن الموقع أصيل ولم يتم عليه تحديث، وكذلك الموقع سليم في أكثر أجزاء. المحاضرة والتي عرفت بالطريق الذي وصلت به قلهات إلى أروقة اليونسكو جاءت هادفة وتعريفية لعدد من الباحثين والمهتمين وأعداد من طلاب المدارس تسنى لهم اكتشاف خصائص المدينة التي أهلتها أن تكون ضمن لائحة التراث العالمي، وهي المساعي التعريفية التي تنشدها اللجنة الوطنية العمانية للتربية والثقافة والعلوم متعاونة مع المتحف الوطني بمسقط في إقامة هذه المحاضرة.
المتحف الوطني يسعى من خلال البرامج الثقافية التي يقدمها إلى رفع مستوى الوعي الثقافي بأهمية التراث الثقافي للسلطنة، وهذا يساهم في زيادة اهتمام مختلف فئات الزوار بتاريخ عمان العريق. وينظم المتحف الوطني اليوم هذه الفعالية للاحتفاء بإضافة هذا الموقع الثقافي المهم إلى قائمة التراث العالمي، ونحن نستغل هذه الفرصة أيضا لدعوة طلاب المدارس للتعرف على الجهود التي تبذل خلف الكواليس لمثل هذه الفعاليات. قلهات حيث مر رحالة العالم الكبار فأسرتهم وسبت منهم القلوب، تبقى اليوم إحدى مفاخر التاريخ العماني وموقعا أثريا ينظر إليه العالم بكل فخر وإكبار. من المتحف الوطني بمسقط، عيسى بن خلفان الكعبي. أكدت وزارة التربية والتعليم أنه سيتم العمل قريبا بتطبيق تقني للحافلات المدرسية مربوط بالهواتف النقالة لأولياء الأمور يرصدوا تحركات أبنائهم الطلبة. ووضعت الوزارة نظاما خاصا في الحافلات يلزم السائق بالتقيد به حفاظا على سلامة طلبة المدارس. حفاظا على أمن وسلامة طلبة المدارس، وزارة التربية والتعليم تضع نظاما خاصا بنقل الطلبة في الحافلات المدرسية يتضمن مجموعة من الإجراءات، منها بروتوكول يحتوي على عدد من الضوابط ألزمت السائق التقيد بها قبل انطلاق الحافلة وأثناء سيرها وكذلك عند وصولها. وإلى جانب هذا العمل تم ابتكار تطبيق تقني بعنوان درب السلامة، سيفعل قريبا على مستوى المدارس بمختلف محافظات السلطنة، وهو مربوط مباشرة بهاتف ولي أمر الطالب، حيث يرسل له في كل حين تحركات الحافلة التي تقل ابنه بالمكان والوقت. تدشن وزارة التربية والتعليم النظام التقني، نظام درب السلامة في الحافلات المدرسية. في المرحلة الأولى لهذا النظام يستهدف العمل في 500 حافلة مدرسية على مستوى السلطنة، وقريبا بإذن الله تعالى سينطلق هذا النظام وسيعمل في هذه الحافلات على مستوى جميع المحافظات التعليمية. بطنس هذا الصندوق الخلفي. تجهيزات الأمن والسلامة بهذه الحافلة المدرسية تضم عددا آخر من الأجهزة الحديثة، منها كاميرات مراقبة مع وجود شاشات توضح تفاصيل كل ما يدور داخل الحافلة وخارجها. وبالصندوق الخلفي للحافلة جهاز مزود بشريحة تخزين وظيفته تسجيل كل البيانات والمعلومات المتعلقة بالحافلة، هذا إلى جانب تزويدها بجهاز إنذار لتنبيه السائق عندما يكون هناك شيء ما بالداخل، كما يرسل له المعلومة بهاتفه النقال. هذا الجهاز الأسود اللي هو هذا الأسود، هذا مال درب السلامة، هذا اللي هو يسجل كل المعلومات اللي تحدث داخل الباص، وهي شريحة موجودة هنا في هذا الصندوق. الشريحة هذا مثل شريحة التليفون موجودة هنا في هذا الصندوق، هذا يعطيك معلومات كل ايش موجود داخل السيارة، اي شيء يحدث داخل المركبة او الحافلة، بعدين تقدر ترجع على هذا الشريحة تشوفها. بالنسبة هذا الصندوق هذا الاصفر هذا اللي هو الابيض والاحمر، هذا هو جهاز انذار. هذا جهاز انذار في اثناء السائق طفى الحافلة وقفل الحافلة وخلص كله وطلع، هذا في اذا في شيء حركة في الباص من داخل هذا طبعا راح يصيح ويعطي أنذار للسائق للحافلة. وتفعيلاً لهذه الجهود وغيرها تشكلت لجان للحافلات بالمدارس وتوزعت المهام فيما بينها لتقوم بأدوارها المتعددة، والهدف الأسمى دائماً هو الحفاظ على سلامة الطلبة. المدرسة حريصة جدا على الحفاظ على الأمن والسلامة من خلال تشكيل لجان للحافلات وتوزيع المهام، تمييز كل حافلة بمرحلة سكنية مرقمة، أيضا توزيع الطلاب على المراحل السكنية وتسجيل حمولة كل حافلة، توضيح نقاط توقف كل حافلة بذكر اسم كل طالب وصفه. وبالإضافة إلى ذلك تنفذ هذه اللجان باستمرار برامج توعية لسائقي الحافلات لحثهم على تطبيق الإجراءات المعمول بها مع الالتزام بالعدد المحدد للركاب.
أجهزة متعددة داخل هذه الحافلة المدرسية وخارجها، فهذا جهاز على مدخل الباب يعد الطلاب عند دخولهم وخروجهم من الحافلة، وهناك جهاز في آخر الحافلة لا يمكن لسائق الحافلة أن يطفئ المحرك إلا بالبطاقة هذه، بحيث يتأكد من أنه لا وجود لطلاب داخل الحافلة. أحمد بن عبد الله الندابي، محافظة مسقط. سلمت مجموعة سعود بهوان للأعمال الخيرية 3 حافلات لجمعية رعاية الأطفال المعوقين بحضور صاحب السمو السيد هيثم بن طارق السعيد الرئيس الفخري لجمعية رعاية الأطفال المعوقين. وتسعى المؤسسة إلى رعاية المعوقين والمكفوفين وذوي الاحتياجات الخاصة، إضافة إلى المساعدات والخدمات الإنسانية ورعاية الأيتام والفقراء والمحتاجين وبناء المساجد ومراكز تحفيظ القرآن الكريم والكثير من الخدمات التطوعية الأخرى. انطلقت فعاليات البرنامج التدريبي جلوب ببرامج ودراسات بيئية وبمشاركة 35 معلما ومعلمة. البرنامج وهو نظري وتطبيقي وتنفذه وزارة التربية والتعليم يعنى بالخروج بدراسات وبحوث بيئية تقدم في المدارس. الماء والهواء والتربة والغطاء الأرضي، أربع مواد يضمها برنامج جلوب التدريبي. يقوم بدراستها بيئيا 35 معلما نظريا وتطبيقيا. يعد هذا البرنامج رقم 14 الذي تنفذه الوزارة بهدف تطوير هذا البرنامج والتوسعة في عدد المعلمين وعدد المدارس المطبقة، وطبعا من كل هذا هدفنا اللي هو تنشئة جيل من علماء عمان الصغار يمتلكون مهارات العلمية ويكون قادرين على استخدام الأدوات العلمية في القياس والحفاظ على البيئة في على مستوى السلطنة، وننتقل بهم لاحقا على المستوى العالمي. على هذه المساحة الخضراء وضع هؤلاء المعلمون دراستهم التي سيدونون نتائجها لتنقل فيما بعد لطلبة المدارس. برنامج جلوب هو برنامج عالمي يهدف إلى تثقيف الطلبة وتعليمهم وبحثهم في مجالات البيئة لأجل البيئة. طبعا البرنامج التابع لوزارة التربية والتعليم هو برنامج عالمي تحت رعاية مؤسسات دولية عالمية كمؤسسة ناسا وغيرها من المؤسسات. حققوا الطلبة العمانيين فيه كبرنامج العديد والعديد من النجاحات. الدراسات هذه تقام بشكل سنوي وترسل نتائجها لوكالة الفضاء والطيران الأمريكية ناسا، وقد اختيرت السلطنة من بين الدول التي تقوم بالدراسات البيئية في هذا البرنامج. الجدير بالذكر أن برنامج جلوب يعد الذراع التعليمي لوكالة الفضاء الأمريكية ناسا، ويهدف إلى إنشاء جيل يهتم بقضايا البيئة من مختلف دول العالم. إبراهيم بن سالم الهادي، محافظة مسقط. فترتنا الإخبارية مستمرة من مركز الأخبار بتلفزيون سلطنة عمان، وتتابعون بعد قليل. مهرجان لسباقات الخيل والهجن الأهلية بميدان الأحمدي للفروسية بولاية إبراء. كرم اللواء الركن مطر بن سالم بن راشد البلوشي قائد الجيش السلطاني العماني فريق موسيقى الجيش السلطاني العماني وفريق مظلات سلطان عمان نظير حصولهما على مراكز متقدمة في مشاركاتهما بالمحافل الدولية خلال هذا العام، وفريق الجيش السلطاني العماني لكرة القدم الحاصل على المركز الأول في بطولة الدوري 24 لقوات السلطان المسلحة لكرة القدم 2018. كما قام اللواء الركن قائد الجيش السلطاني العماني بتكريم فريق مشروع إنشاء جسر عبور المشاة
بوادي المعيدن بالجبل الأخضر، وأشاد قائد الجيش السلطاني العماني بمستويات الفرق المجيدة وعطائها المتواصل بفضل حرصها على تطوير قدراتها وإمكانياتها وتمثيلها المشرف للجيش السلطاني العماني. بحث عدد من الأمور العسكرية ذات الاهتمام المشترك أبرز ما تم استعراضه خلال لقاء اللواء الركن مطر بن سالم البلوشي قائد الجيش السلطاني العماني باللواء الركن عبد العزيز بن أحمد سالم البلوي قائد قوات درع الجزيرة المشتركة والوفد المرافق له الذي يزور السلطنة حاليا. كما تم خلال اللقاء تبادل وجهات النظر بما يخدم الجوانب العسكرية المختلفة. هذا وقام اللواء الركن عبد العزيز بن أحمد سالم البلوي قائد قوات درع الجزيرة المشتركة والوفد المرافق له بزيارة إلى متحف قوات السلطان المسلحة، اطلع خلالها على المخطوطات والمجسمات التاريخية ذات العراقة العمانية الدالة على فنون العمارة المتنوعة بقلعة بيت الفلج، كما استمع إلى شرح عن التطور الذي حظيت به قوات السلطان المسلحة. وقعت وزارة الصحة اتفاقية تمويل شراء جهاز للأشعة المقطعية لمستشفى مصيرة بتمويل من شركة تنمية نفط عمان. الجهاز سيخدم أكثر من 14,000 نسمة إضافة إلى الأعداد الكبيرة من السياح الذين يزورون الولاية. خدمة لأكثر من 14,000 نسمة إضافة إلى الأعداد الكبيرة من السياح، وقعت وزارة الصحة على اتفاقية تمويل شراء جهاز للأشعة المقطعية لمستشفى مصيرة، وذلك بتمويل من شركة تنمية نفط عمان. الاتفاقية ستسمح بتلبية احتياجات المواطنين، بخاصة ما يتعلق بتحسين سرعة ودقة التشخيص الذي سيؤدي بدوره إلى تعزيز الدعم الطبي المقدم للمرضى. خدمة هامة ستوفر على المستفيدين من الخدمات الصحية الجهد وأيضا التنقل كما هو يحدث في السابق، وكذلك سيوفر للعاملين الصحيين في المستشفى أيضا السرعة والدقة المطلوبة في تشخيص الأمراض. توفير خدمة الأشعة المقطعية بمستشفى مصيرة سوف يقلل على الأهالي عن السفر ومخاطري الطريق، حيث كان يتم تحويل المرضى المحتاجين لهذه الخدمة إلى مستشفيات محافظة مسقط ومستشفى صور عن طريق سيارة الإسعاف أو طيران سلاح الجو السلطاني العماني. قطاع الصحة والسلامة المهنية من أحد القطاعات التي نهتم بها في الاستثمار الاجتماعي التابع للشركة، وعندنا عدة مشاريع قائمة بعضها أنجزت عن طريق وزارة الصحة، بناء مراكز صحية في مناطق امتياز أو توفير بعض الأسرة أو التعاون الآخر مع وزارة الصحة، فنحن سعيدين يعني لأن هذا يعتبر إضافة مهمة. تمويل والأجهزة الطبية التابعة لوزارة الصحة من قبل شركات القطاع الخاص للقيام بمسؤولياتها الاجتماعية يلبي احتياجات المؤسسات الصحية ويدعم عملها ويقدم خدمات ذات جودة عالية للمواطنين والمقيمين. بمشاركة أكثر من 150 امرأة وتحت عنوان أساسيات التعامل في الأوراق المالية، جاءت ندوة سوق مسقط للأوراق المالية. الندوة تأتي تنمية للثقافة الاستثمارية للمرأة وإبرازا لدورها في التنمية الاقتصادية. نظرا لما تقوم به المرأة العمانية بدور محوري في تنمية المجتمع في ظل ما حظيت به من اهتمام ورعاية من الحكومة الرشيدة والتي مكنها من أن تسجل إنجازاتها في جميع نواحي الحياة، الأمر الذي يتطلب تنمية الثقافة الاستثمارية لديها في ظل ضعف وجودها في القطاع الاقتصادي خاصة في قطاع سوق المال. جلالة السلطان الله يحفظه هو خلان المرأة هي أحد جناحي الطائر، فإذا نشط هذا الجناح سنطير إن شاء الله بأمان في خلال هذه الفترة الاقتصادية التي نحتاج إليها طبعا بدون توتر، فقط بعقلانية. المرأة يجب أن تحظى بشكل فعال بتدريب معين وخاصة اقتصاديا.
هي عبارة عن ورشة مختصة في الأمور المالية مقدمة للمرأة فقط في هذه الورشة، بحيث أن المرأة كيف تبدأ استثمارها في سوق العمل، كيف تبدأ بإعداد الخطط المالية للمشاريع اللي بتطلع فيها لسوق العمل، بحيث أنها تصبح غير باحثة عن عمل ويكون عندها مشروعها الخاص. وتشير الأرقام إلى تراجع حضورها في هذا القطاع، حيث تشكل استثمار المرأة حوالي 1% من إجمالي القيمة السوقية في سوق مسقط. إن تنظيم وتنفيذ مثل هذه البرامج تساهم في توسيع دائرة المعرفة للمشاركات في مجال الاستثمار في الأوراق المالية وتوضيح الفرص التي يمكن للمرأة الاستفادة منها. الهدف من الورشة هي معرفة خاصة للنساء فقط للأساسيات، تعلم أساسيات التداول المالي، ونشجع مثل هالمبادرات لتعليم المرأة في هذا الجانب. هذه الدورة كانت جدا مفيدة، استمتعنا فيها واستفدنا كثير، عرفنا نوعية الأسهم، الشركات، كيف أن المرأة لازم تكون عضو فعال وتدخل في هذا المجال، والإتاحة الفرصة لاستفادة أكبر عدد ممكن من مختلف شرائح المجتمع. البرنامج التدريبي سوف يستمر مرة أخرى في مسقط في 25 من أكتوبر المقبل، ثم ينتقل إلى ولاية صحار في 25 من نوفمبر، بينما يختتم البرنامج في صلالة في 25 من ديسمبر 2018. البرنامج يهدف تعزيز تمكين المرأة العمانية وتحفيزها للاستفادة في مجال الاستثمار وفتح آفاق واسعة أمام المرأة للاستفادة كذلك من الفرص المتاحة في الأوراق المالية لأجل تحسين الدخل. سعود بن سعيد المعولي، مسقط. ارتفع سعر نفط عمان اليوم دولارين وواحدا وخمسين سنتا ليبلغ تسليم شهر نوفمبر القادم 82 دولارا وثلاثة وخمسين سنتا للبرميل، وكان معدل سعر النفط العماني تسليم شهر اكتوبر المقبل قد بلغ 72 دولارا امريكيا واربعة وستين سنتا للبرميل، منخفضا بمقدار 53 سنتا مقارنة بسعر تسليم شهر سبتمبر الجاري. وجاء هذا الارتفاع في ظل صعود اسعار النفط في الاسواق العالمية إلى أعلى مستوياتها منذ 4 سنوات. أكثر من 9.5 مليون ريال قيمة النشاط العقاري في محافظات ظفار والبريمي ومسندم خلال أغسطس الماضي. وأوضحت وزارة الإسكان أن هذا النشاط جاء من خلال التصرفات القانونية متمثلة في تصرفات البيع والهبة والإرث والمبادلة والرهن وفك الرهن والانتفاع، بالإضافة إلى القسمة. بلغ إجمالي قيمة الأذون المخصصة للإصدار رقم 479 من أذون الخزانة الحكومية 35 مليون ريال عماني تستحق لمدة 91 يوما اعتبارا من يوم غد الأربعاء. وذكر بيان صادر عن البنك المركزي العماني أن متوسط السعر المقبول بلغ 99 ريالا و471 بيسة لكل 100 ريال عماني، في حين وصل أقل متوسط سعر مقبول 99 ريالا و425 بيسة لكل 100 ريال عماني. وأشار البيان إلى أن سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء مع البنك المركزي العماني الريبو على هذه الأذون هو 2.7%، وتعد أذون الخزانة أداة مالية مضمونة لفترة قصيرة الأجل يصدرها البنك المركزي العماني بالنيابة عن حكومة السلطنة لتوفير منافذ استثمارية للبنوك التجارية المرخصة. تدشن شركة النقل الوطنية العمانية مواصلات خط المعبيلة سوق السيب الموالح الجنوبية برج الصحوة اعتبارا من يوم الجمعة المقبل. يأتي هذا الخط ضمن خطة الشركة لتوسيع نطاق شبكة النقل العام في محافظة مسقط لتسهيل التنقل باستخدام وسيلة نقل آمنة ومريحة، حيث ستقوم مواصلات بتسيير الرحلات عبر الخط الجديد ذهابا وإيابا بمعدل حافلة كل 20 دقيقة بدءا من الساعة 6 صباحا طيلة أيام الأسبوع وأيام العطل الرسمية.
سجل عدد حوادث الطرق انخفاضا نسبته 7.3 بنهاية أغسطس من عام 2018 مقارنة بالشهر المماثل من العام الماضي، وأفادت الإحصائيات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن محافظة مسقط تصدرت حالة الانخفاض بما نسبته 26%، تليها محافظة الداخلية ومحافظة جنوب الشرقية، حيث نتج عن الحوادث في شهر أغسطس الماضي 75 حالة وفاة و 238 إصابة. أخبار عمان مستمرة من مركز الأخبار، وننتقل إلى جولة مع أخبار المحافظات. بحث المجلس البلدي لمحافظة الظاهرة إنشاء مسلخ آلي متكامل المرافق والخدمات لتلبية احتياجات المحافظة ورصف وصيانة الطرق الداخلية التي تربط القرى والتجمعات السكانية. كما تدارس المجلس جملة من المواضيع المتعلقة بتطوير العمل البلدي بولايات المحافظة. إنشاء مسلخ متكامل يفي بغرض المواطنين والمقيمين ويواكب الزيادة السكانية التي تشهدها ولاية عبري كان أبرز محاور الاجتماع السابع للمجلس البلدي بمحافظة الظاهرة. تمديد المسلخ وإضافة خدمات أخرى، وبإذن الله تعالى سيتم يعني بعض التطويرات في المسلخ، لكن نحن نطالب كمجلس بلدي ولا بد من إنشاء مسلخ متكامل وحديث. ومع التوسع العمراني في ولايات المحافظة وتوزيع مخططات سكنية حديثة، أصبحت الحاجة ماسة إلى تأهيل وسفلتة الطرق الداخلية التي كانت هي الأخرى ضمن نقاشات المجلس. ولأهمية طريق هجيرمات كهنات الذي يربط ولاية عبري بولاية صحم، ناقش المجلس أهمية تأهيل وصيانة هذا الطريق لمسافة 17 كيلومترا والمتأثر جراء هطول الأمطار وجريان الأودية. هذا الطريق يحتاج إلى أكتاف ويحتاج إلى عبارات ويحتاج إلى إنارة. في طريق آخر تكلمنا اليوم، طريق مجزي المحيود، تم قطع هذا الطريق مرة ثانية قبل 8 أشهر، ومن 8 أشهر ونحن نطالب بإعادة سفلته. كما استعرض المجلس كذلك مقترح إنشاء جسور علوية لعبور المشاة على مسار الطرق المزدوجة بولاية عبري، تسهيلا لحركة العابرين وتفاديا لوقوع الحوادث المرورية، إلى جانب استعراض الردود الواردة للمجلس. مواضيع متعددة طرحت على طاولة المجلس البلدي تتعلق بتوفير الخدمات الضرورية في مختلف الجوانب التنموية. خليفة بن محمد الشماخي، محافظة الظاهرة. جميع القضايا في محاكم محافظة البريمي تتم إدارتها إلكترونيا في خطوة ستسهم بشكل كبير في تجويد العمل وتسهيله على الموظفين والمراجعين عموما. كما انضمت محكمة الاستئناف بالبريمي مؤخرا إلى محاكم المحافظة المطبقة لهذا البرنامج، والتي تم من خلاله ربطها إلكترونيا. محكمة الاستئناف بالبريمي بدأت فعليا تطبيق برنامج إدارة القضايا الإلكتروني. تطبيقه يعد نقلة نوعية في أداء محاكم المحافظة، فمن خلاله ستكون هنالك قاعدة بيانات إلكترونية للمتقاضين وأوراق الدعوة. طبعا في السابق تم تطبيق نظام إدارة القضايا في المحكمة الابتدائية بالبريمي، وفي هذا العام قبل أيام تم الانتهاء من تطبيق هذا النظام في المحكمة الابتدائية بمحضة، وكذلك بمحكمة الاستئناف بالبريمي. وبالتالي يكون هذا النظام الإلكتروني تم تطبيقه في المحافظة أو في محاكم المحافظة بشكل عام. أطراف الدعوة ومن خلال هذا البرنامج سيتلقون الإشعارات عن طريق رسالة نصية تتضمن قيد الدعوة ومواعيد انعقاد الجلسة أو تأجيلها وصدور الحكم، إضافة إلى سهولة حصولهم على المستندات المطلوبة. هذا النظام الإلكتروني سيساهم في تعزيز نسبة الإنجاز العالية أصلا، إذ أن نسبة إنجاز القضايا في محكمة الاستئناف بنهاية العام القضائي المنصرم في 30/6/2018
وصلت إلى 98%، والجمعية العامة لقضاة محاكم المحافظة باجتماعها الحالي لهذا العام أقرت آليات تنفيذية لتدريب وتأهيل موظفي المحاكم على التعامل مع هذا النظام الإلكتروني الجديد. توفير الوقت والجهد ثمرة أخرى من ثمار هذا البرنامج، كل ذلك اتضح جليا لدى المتقاضين والموظفين أيضا. برنامج إدارة القضايا شكل لنا نقلة نوعية في جميع الجوانب، فكنا سابقا نأخذ في تقييد الدعوة قرابة النص ساعة، أما حاليا مع البرنامج الجديد نأخذ في تقييد الدعوة تقريبا من 4 إلى 5 إلى 8 دقائق. وفي المستقبل القريب سيتم تفعيل الشراكة مع الجهات ذات العلاقة من خلال الربط الإلكتروني، إضافة إلى تفعيل البرنامج في الأجهزة الذكية، حيث يمكن تحميله في الوقت الحالي في الأجهزة التي تعمل بنظام الأندرويد. لا شك بأن الخدمات والتسهيلات التي يقدمها برنامج إدارة القضايا ستلعب دورا كبيرا في تقليل عمر القضايا، إضافة إلى إسهامها الكبير في ارتفاع نسبة المنجزات في محاكم المحافظة. أنور بن زاهر الغريبي، محافظة البريمي. مشاريع قصيرة المدى ومشاريع طويلة المدى لمياه الصرف الصحي كشفت عنها الحملة التثقيفية التي دشنتها شركة حياة للمياه بولاية صور بمحافظة جنوب الشرقية. الحملة هدفت إلى إشراك المجتمع وتوعيته حول مشاريع الصرف الصحي بالمحافظة. عمان أكثر إخضرارا وصحة، شعار يجوب هذه المرة ولايات محافظة جنوب الشرقية في تدشين الحملة التثقيفية لحياة للمياه، ليقترب من المجتمع وتوعيتهم بأهمية مشاريع الصرف الصحي. هذه الحملة تعتبر تواصلاً مع الحملات التي نفذتها حياة للمياه في بقية المحافظات في الأعوام السابقة، وطبعاً تهدف في المقام الأول إلى إشراك المجتمع إشراك الفعلي في تنفيذ مشاريع صرف الصحي، وكذلك كسب تعاونه عند تنفيذ هذه المشاريع. العرض اللي يقدم اليوم ناقش في الحقيقة عديد من الجوانب التي تدخل في خدمة المجتمع بشكل خاص، حيث ركزت الندوة على المشاريع التي نفذت سابقا وتنفذ، وما هي الخطة المستقبلية للمشاريع التي ستنفذ على مختلف ولايات محافظة جنوب الشرقية. ولاية صور على موعد مع أكبر مشاريع الصرف الصحي بالمحافظة بحلول عام 2020، هذا ما أشار إليه الرئيس التنفيذي لشركة حياة للمياه، موضحا بأن مشاريع المحافظة تتوزع على ولاياتها الخمس بين مشاريع قصيرة المدى ومشاريع طويلة المدى. الشركة وضعت خطط مستقبلية لتنفيذ المشاريع في محافظات الإقليمية وأيضا منها محافظة جنوب الشرقية. من حيث التخطيط فهناك خطط قريبة المدى وخطط طويلة المدى. خطط قصيرة المدى مشاريع جاهزة للإسناد عندما تتوفر إن شاء الله الاعتمادات المالية المطلوبة لها، ستكون هناك محطة في جعلان وأيضا هناك محطة في ولاية مصيرة. مناقشات دارت في الندوة وتساؤلات لأحد الحاضرين عن بعض الجوانب الآمنة المتعلقة بخزانات الصرف الصحي وناقلاتها. آليات تنفيذ الحملة التثقيفية بجنوب الشرقية ركزت على مرحلتي الإعداد والتنفيذ، واضعة في الاعتبار توصيل رسالة ورؤية وأهداف حياة للمياه إلى المجتمع بكل شفافية ووضوح. وسيبدأ خط سير حملة الوحدة التثقيفية المتنقلة لحياة للمياه في كافة ولايات محافظة جنوب الشرقية في شهر أكتوبر المقبل، باستثناء ولاية مصيرة التي ستكون على موعد مع الحملة في مطلع 2019. صالح بن حمد الحبسي، ولاية صور، محافظة جنوب الشرقية.
إحياء للموروث العماني الأصيل وقيمة بميدان اليحمدي للفروسية بولاية إبرة مهرجان سباقات الخيل والهجن الأهلية. المهرجان الذي يهدف لنشر ثقافة الفنون العمانية لدى أبناء المجتمع شهد منافسات لركض العرض على أنغام فني الرزحة والهمبل. ألحان فن الرزحة تطرب الحضور والمشاركين في مهرجان ركضة الخيل وعرضة الإبل التقليدية المقامة هنا في ميدان اليحمدي بولاية إبرة. عشاق الهجن العمانية الأصيلة يجدون ظالتهم هنا في هذه المهرجانات الأهلية بمشاركتهم في عرضة الهجن، وهم يتغنون أيضا بأشعارهم في فن الهمبل. فعالية تقيمها اليحمدي كل سنة، عدد الخيل والإبل مكون من 200 رأس تقريبا، وتشمل هذه الفعالية عدد الفنون الشعبية، عدد من الفقرات الفنون الشعبية، منها دخول الفنون الشعبية على المركض، ومنها بتكون الرمسة على المحفل إن شاء الله. المشاركات في هذا المهرجان لا تقتصر على فئة الشباب فقط، بل تتنوع بمشاركة كبار السن وتربية الصغار على هذه الفنون العمانية الأصيلة. عندنا مشاركين من ولاية إبرة، عندنا من ولاية القابل، عندنا مشاركين من ولاية صور، عندنا مشاركين من ولاية بدية، عندنا مشاركين غفر كبير مثل ما تشاهد، جمهور ما شاء الله تبارك الرحمن شوفت عينك والحمد لله رب العالمين. الفرسان يستمتعون في استعراض مواهبهم ومهاراتهم في ركضة الخيل المصاحبة لهذا المهرجان. المهرجان يجسد أهمية الحفاظ على هذا الموروث الشعبي ليبقى حاضرا في المناسبات الوطنية والاجتماعية. أحمد بن محمد المعمري من ولاية إبرة محافظة شمال الشرقية. فترتنا الإخبارية انتهت، هذا تذكير بأبرز عناوينها. الهيئة العامة لحماية المستهلك تضبط مؤسسة تجارية تعمل على إعادة تصنيع قطع غيار مستعملة وبيعها على أنها جديدة. القيمة الإنسانية والحضارية لمدينة قلهات تستعرضها اللجنة الوطنية العمانية للتربية والثقافة والعلوم بمسقط. سعر نفط عمان يتجاوز 82 دولارا للبرميل مسجلا أعلى مستوياته منذ 4 سنوات. شكرا لكم على طيب المتابعة، هذه تحيات فريق العمل في مركز الأخبار وإلى اللقاء. شكرا جزيلا لكم، إلى اللقاء. السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم مشاهدينا. آخر الصور الجوية توضح السحب المتفرقة هنا على الأراضي الإيرانية، بالإضافة إلى بعض السحب على جبال الحجر، وأيضا هنا بعض السحب المتفرقة في سماء محافظة ظفار. مباشرة إلى التوقعات لهذه الليلة في محافظة مسقط، السماء تبدو خالية من السحب ودرجات الحرارة الصغرى عند أوائل الثلاثينات، وهنا في جنوب الباطنة بين 30 و 31، وفي شمال الباطنة بعض السحب أيضا و 27 درجة مئوية. 25 في محافظة مسندم مع بعض السحب، وفي محافظة البريمي 27 درجة في الظاهرة، أيضا تبقى حول منتصف العشرينات، وفي الداخلية 18 درجة في جبل شمس وحول منتصف العشرينات بالنسبة للمناطق المجاورة للجبال. في شمال الشرقية بعض السحب المتفرقة ودرجات الحرارة حول منتصف العشرينات، 23 درجة هنا بالنسبة للسواحل الجنوب الشرقية المطلة على بحر العرب مع بعض السحب، في حين تبقى في حدود 30 درجة بالنسبة للسواحل المطلة على بحر عمان. وفي محافظة الوسطى بعض السحب المتفرقة على المناطق الساحلية والحال ذاته بالنسبة لمحافظة ظفار.
سواحل السلطنة المطلة على بحر العرب تشهد رياح جنوبية غربية نشطة السرعة في حدود 25 عقدة مع بحر متوسط الموج، ويصل أقصى ارتفاع للموج مترين. وبالنسبة لسواحل محافظة مسنم البحر هادئ الموج مع رياح خفيفة السرعة. وعلى سواحل السلطنة المطلة على بحر عمان الرياح متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة مع بحر هادئ الموج. شكرا لكم على طيب المتابعة، إلى اللقاء.